في إطار مبادرة أيام الأبواب المفتوحة للسفارات، البرنامج الذي تشرف عليه حكومة العاصمة برازيليا بالتنسيق مع العديد من السفارات الأجنبية بالبرازيل، فتحت سفارة المملكة المغربية بهذا البلد الجنوبي أمريكي أبوابها أمام 30 تلميذا من إحدى المؤسسات التعليمية العمومية بالعاصمة الفيدرالية للبرازيل من أجل استكشاف جوانب من الثقافة والتاريخ وفن الطبخ المغربي. وخلال هذه الزيارة التي تمت في أجواء من البهجة والحبور، تمكن التلاميذ البرازيليون من التعرف على الثقافة المغربية في مختلف تمظهراتها من خلال لمحة شاملة عن تاريخ وعراقة المملكة قدمها سفير المغرب بالبرازيل. جمالية الهندسة المعمارية المغربية من خلال النقش على الجبس والجدران المزينة بالزليج التي تؤثث الإقامة الرسمية للسفير المغربي، أثارت إعجاب التلاميذ بهذا المبنى الذي أبدعت يد الصانع التقليدي المغربي قبل 26 عاما ليتماهى مع المشروع الهندسي المستقبلي والحديث لبرازيليا. أيام الأبواب المفتوحة للسفارات مبادرة تندرج في إطار برنامج يشمل مجموعة من السياسة العمومية التي تروم تعزيز تعليم الأطفال ببرازيليا.